أبنائي الطلبة الأعزاء في سوريا الحبيبة، أعزائي مشاهدي التربوي السورية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ندوتنا لهذا اليوم في مادة الرياضيات كتاب التاسع الأساسي الوحدة الرابعة كتاب الجبر جمل المعادلات الخطية. في البداية يسرني أن أرحب بضيفي هذه الندوة الآنسة ضحى أحمد تربية طرطوس والأستاذ شادي والسوف تربية طرطوس. أعزائي الطلبة، يمكنكم التواصل معنا في هذه الندوة من خلال الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. أعزائي الطلبة، نحن تعلمنا في الدروس الماضية حل المعادلة بمجهول واحد، وفي هذه الندوة سنتعلم حل جملة معادلتين بيانيا وجبريا ورسم المستقيم. ورسم المستقيم بكل حالاته الخاصة. الآن سي ضحى، تفضلي عرفينا على جمل معادلات خطية بمجهولين. تفضلي. جملة معادلتين من الدرجة الأولى بالمجهولين X و Y هي من النمط AX زائد BY تساوي C، A فتحة X زائد B فتحة Y تساوي C فتحة، حيث لدينا A B C، A فتحة B فتحة C فتحة هي أعداد حقيقية معلومة. ما هو حل جملة معادلتين خطيتين بمجهولين X و Y؟ حل جملة معادلتين من الشكل السابق بالمجهولين X و Y هو إيجاد جميع حلول هذه الجملة. وهنا في هذه الندوة سنقتصر على الجمل ذات الحل الوحيد. ذات الحل الوحيد. إذن عمليا هو حل جملة معادلتين بمجهولين من الدرجة الأولى هو إيجاد قيمة هذه المجاهيل في هذه الجملة. حل جملة معادلتين جبريا لدينا طريقتين، طريقة الحذف بالتعويض وطريقة الحذف بالجمع. أستاذ شادي، ناقش لنا حالة حل جملة معادلتين جبريا بطريقة الحذف بالتعويض، تفضل. إذن من أجل حل جملة معادلتين جبريا بطريقة الحذف بالتعويض لنأخذ المثال التالي. المثال التالي هو عبارة عن لدينا المعادلتين، المعادلة الأولى هي عبارة عن 4x زائد y تساوي ناقص 14، المعادلة الأخرى هي عبارة عن 3x زائد 2y يساوي ناقص 8. والحل هو عبارة عن حل، سنحل هذه جملة هاتين المعادلتين بطريقة الحذف بالتعويض. ماذا تعني طريقة الحذف بالتعويض؟ هي إيجاد، إذا ننظر نحن إلى أحد المعادلتين الأولى أو الثانية، يجب علينا كتابة أحد المجاهيل بدلالة المجهول الآخر. من أجل السهولة نحن إذا أخذنا من المعادلة الأولى المجهول y الذي أمثاله تساوي الواحد ونكتبه بدلالة x فيكون لدينا، إذن من المعادلة الأولى y تساوي ناقص 4x ناقص 14. إذن هاي رح نحطها ضمن مستطيل ونسمي هذه المعادلة بالمعادلة الثالثة. إذن بما أننا نحن أخرجنا قيمة المجهول من المعادلة الأولى يجب أن نعوض في المعادلة الثانية. إذن نعوض قيمة y في المعادلة الثانية فيكون لدينا 3x زائد 2 ضرب القيمة اللي طلعت معنا من المعادلة الثالثة ناقص 4x ناقص 14 تساوي ناقص 8. إذن بإصلاح هذه المعادلة نحن نحصل على قيمة x من هذه المعادلة. إذا نكتب بالإصلاح يكون 3x ناقص 8x ناقص 28 يساوي ناقص 8. هون بجمع الحدود المتشابهة يكون ناقص 5x يساوي 28 ناقص 8 يعني ناقص 5x يساوي 20. ومنه قيمة x هي عبارة عن 20 على ناقص 5 يعني قيمة x تساوي ناقص 4 وهي قيمة المجهول الذي نتج من حل هذه المعادلة. إذا نتج عندنا المجهول يلي هو x تساوي ناقص 4، نعوض قيمة هذا الناتج في أحد المعادلات الأولى أو الثانية أو الثالثة. من أجل السهولة أسهل نعوض، إذا أسهل معادلة للتعويض فيها هي المعادلة رقم 3. إذا نعوض في المعادلة رقم 3 تكون، إذا نحصل على قيمة y، إذا y تساوي ناقص 4 ضرب
ناقص 4 قيمة x اللي طلعت من المعادلة ناقص 14 يكون زائد 16 ناقص 14 والناتج y تساوي زائد 2. إذن وبهذا الحل المبين نكون قد حصلنا على الزوج المرتب يلي هو عبارة عن قيمة x اللي طلعت نحن معناها أول مرة ناقص 4 فاصلة زائد 2، وهو حل جملة المعادلتين الأولى والثانية، وهذه هي طريقة الحذف بالطاوي. كيفية التحقق من صحة الحل؟ هذه الخطوة ليست من ضمن الحل، لكن أحيانا تتبع من أجل سلامة أو صحة الناتج. تماما. إذن إذا أردنا نحن إذا أراد الطالب أن يتأكد من صحة الحل وإلا هي خطوة غير مطلوبة، إذن هي من أجل التأكد لدى الطالب، يجب على الطالب أن يعوض هذا الزوج المرتب. يجب أن تحقق هذا الزوج المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. إذن بالتحقق، إذن التحقق يكون إذن المعادلة الثنائية ناقص 4 فاصلة زائد 2، نحن رح نعوضها في المعادلة الأولى، رح يكون 4 ضرب ناقص 4 زائد 2 يساوي 4 ضرب ناقص 4 ناقص 16 زائد 2 يساوي ناقص 14 اللي هي تساوي الطرف الثاني. إذن هذه النقطة تحقق المعادلة الأولى وبذلك تكون صحيحة. إذن بتعويض هذه النقطة نفسها الزوج المرتب ناقص 4 فاصلة زائد 2 في المعادلة الثانية ينتج لدينا 3 بناقص 4 3 بناقص 4 زائد 2 ضرب زائد 2 يساوي ناقص 12 زائد 4 يساوي ناقص 8، كمان هي تساوي الطرف الثاني. إذن هذه النقطة حققت المعادلتين معا، إذن فهذه النقطة هي حل جملة المعادلتين. هذا الحل صحيح. لكن ليس ضمن الحل المطلوب لحل جملة المعادلة بطريقة الحذف. بالشكل هذا نحن بنكون حلينا جملة معادلتين بطريقة الحذف بالتعويض. الفكرة الثانية هو كيفية الانتقال من مسألة إلى جملة معادلات خطية. نحن لدينا مسألة سننتقل بها إلى جملة معادلتين خطيتين، وسنقوم بحل هذه الجملة بالطريقة الثانية اللي هي طريقة الحذف بالجمع. تفضل أنسة ضحى. للانتقال من نص مكتوب لمسألة إلى جملة معادلتين نتبع الخطوات الآتية: نختار المجاهيل ونرمزها، نؤلف جملة المعادلتين الموافقة للنص، ثالثا نحل جملة المعادلتين. مثال على ذلك، نطرح مثال. نأخذ المثال الآتي: جد عددين صحيحين مجيبين، مع العلم أن مجموعهما يساوي 241، وإذا قسمنا أكبرهما على أصغرهما كان خارج القسمة 4 وباقيها 11. لحل هذه المسألة، إذن لدينا مسألة سننتقل من هذه المسألة إلى جملة معادلتين خطيتين. الخطوة الأولى، نفرض العدد الكبير هو X. نفرض العدد الكبير هو X والعدد الصغير هو Y. نشكل المعادلة الأولى من خلال الفرض الذي يقول أن مجموع هذين العددين هو 241، حيث تكون المعادلة X زائد Y تساوي 241. إذن حصلنا على معادلة أولى من المعلومة المتاحة لدينا أن مجموعهما بيساوي 241. والمعادلة الثانية نشكلها من خلال الفرض أيضا المعلومة الثانية: إذا قسمنا أكبر هذين العددين على أصغرهما كان خارج القسمة 4 وباقيها 11. نحن نعلم أن في عملية القسمة أن المقسوم يساوي المقسوم عليه ضرب ناتج القسمة زائد الباقي. فنشكل المعادلة الثانية: X تساوي 4Y زائد 11. فنكون حصلنا على جملة المعادلتين. تمام. إذن بالشكل هذا نحن انتقلنا من مسألة إلى جملة معادلتين خطية. سنحل هذه الجملة بالطريقة الثانية لحل جمل معادلات خطية جبريين، اللي هي طريقة الحذف بالجمع. الجملة التي تشكلت لدي هي X زائد Y تساوي 241 و X ناقص 4Y تساوي 11. لحل هذه الجملة بطريقة الحذف بالجمع يجب توحيد أمثال أحد المجاهيل، ولكن يكون بإشارة معاكسة للآخر. نحصل عليها من خلال ضرب المعادلة الأولى بناقص 1،
ونجمعها مع المعادلة الثانية، فنحصل على ناقص x ناقص y تساوي ناقص 241. المعادلة الثانية x ناقص 4y تساوي 11. نقوم بجمع هذه هذين المعادلتين فنحصل على ناقص 5y تساوي ناقص 230. y تساوي ناقص 230 على ناقص 5 فنحصل على قيمة y هي 46. إذا y بيساوي 46. لإيجاد قيمة x، لإيجاد قيمة x نعوض قيمة y في إحدى المعادلتين، ولتكن الأولى x زائد y تساوي 241، لدينا x زائد 46 تساوي 241، أي x تساوي 241 ناقص 46، فنحصل على x تساوي 195. ونكون هنا حصلنا على العددين الصحيحين، x تساوي 195 و y تساوي 46. صح. بالشكل هذا قمنا بحل جملة معادلتين جبريًا بالطريقة الحسب بالتعويض وبطريقة توحيد الأمثال. الفكرة الثالثة رح نناقشها هو حول رسم المستقيم أو دراسة المستقيم بحالاته الخاصة ورسمه. أستاذ شادي تفضل عرفنا معادلة المستقيم وبحالاته الخاصة. إذن المستقيم في الحالة العامة، المستقيم في الحالة العامة معادلة من الشكل AX، إذن المعادلة العامة لمعادلة المستقيم هي من الشكل AX زائد BY تساوي C. إذن إن A فاصلة B فاصلة C هي أعداد معلومة، لتكون AX زائد BY تساوي C هي معادلة مستقيم يجب أن يتحقق الشرط الأساسي، يجب أن يكون الزوج A فاصل B لا يساوي صفر، أي لا يجب أن يكون العددان A فاصل B يساويان صفر في آن معا. صح. عندها تكون هذه المعادلة تشكل معادلة مستقيم. لرسم معادلة المستقيم في الحالة العامة يلزمنا نقطتين. هلا هون رح نميز نمطان من أنواع المعادلات موجودة عندنا. رح نقول النمط الأول، هذا النمط إذا كانت C لا تساوي صفر فتكون هذه المعادلة AX زائد BY تساوي C هي معادلة مستقيم لا يمر من المركز، وهذا المستقيم قاطع لمحور التراتي. لرسم هذا المستقيم يلزمنا دائما، إذن يلزمنا نقطتين. إذا نأخذ مثال، على فرض أنا عندي مستقيم الذي معادلته 2X زائد 4Y تساوي 7. إذن نحن نرى أن الثابت سي هنا في هذه المعادلة يساوي 7، فهذا المستقيم مستقيم مائل يقطع محور التراتيب ولا يمر والفواصل. إذن يقطع محور التراتيب والفواصل ولا يمر من المبدأ. لرسم هذا المستقيم يلزمنا نقطتين. إذن هذا بالنسبة للنمط الأول. بالنسبة للنمط الثاني، النمط الثاني يكون عندما إذا كانت قيمة الثابت سي تساوي الصفر، فيكون شكل المعادلة العامة هي عبارة عن AX زائد BY تساوي الصفر. معادلة هذا المستقيم هو مستقيم يمر من مبدأ الإحداثيات، أي أن هذا المستقيم يمر دائما من النقطة O التي إحداثيتها 0.0. إذا نحن قلنا منذ البداية أن لرسم أي مستقيم زمن النقطتين، فنحن نعلم بما أن هون في هذا المستقيم الثابت سيساوي 0، فهذا المستقيم يمر من المبدأ، إذا لدينا نقطة معلومة. فلرسم هذا المستقيم يجب علينا أن نحصل على نقطة أخرى. إذن لرسم هذا المستقيم يلزمنا نقطة أخرى يلي هي غير النقطة 0.0. إذا نحن أخذنا مثلا ليكن لدينا المستقيم الذي معادلته 2x ناقص y يساوي 0، مثل ما أنا شايفين أعزائي الطلاب أنه الطرف الثاني يساوي الصفر، أي قيمة سي تساوي الصفر من المعادلة الأساسية، فهذا المستقيم هو معادلة مستقيم يمر من المبدأ. لرسمه نحتاج إلى نقطة واحدة فقط غير النقطة 0.0. الحالة الثالثة أو الحالات الخاصة لمعادلة المستقيم. إذا كمان لدينا حالات خاصة أخرى، مثلا أن إحنا عندنا المستقيم الذي معادلته من الشكل y تساوي A. إذا هذه الأنواع من المستقيمات y تساوي A هي معادلة مستقيم يوازي محور
الفواصل. صح. طيب هلا انا عندي حاله خاصه ضمن الحاله هذه الخاصه الموجوده، هلا اذا كانت قيمه ا تساوي الصفر فنحن نحصل على مستقيم منطبق على محور الفواصل. اذا هذا الكلام بعدين رح يفيدنا نحن في ايجاد نقاط تقاطع المستقيم مع محور الفواصل ومحور التراتب. مثال على هذا المستقيم، لو اخذنا نحن المستقيم واي يساوي ناقص واحد، اذا مثل ما احنا شايفين نحن هذا المستقيم يشابه الحاله العامه لمستقيم يوازي محور الفواصل، فهذا المستقيم اللي هو يساوي ناقص واحد هو مستقيم يوازي محور الفواصل. صح. إذا هي الحالة الخاصة الأولى. عندنا الحالة الخاصة الثانية اللي هي المستقيمات من الشكل x يساوي b. إذا هذا المستقيم يوازي محور التراتيب. كمان إذا ضمن هذه الحالة الخاصة الأخرى لدينا حالة خاصة منها، عندما تكون قيمة البيت تساوي صفر فتكون هو عبارة عن مستقيم منطبق على محور التراتيب، أو أنه نفسه محور التراتيب. إذا نحن بدنا نأخذ مثال على هذا المستقيم. لو أخذنا نحن المثال x تساوي 5 مثلا، إذا هذا المستقيم هو مستقيم موازي لمحور التراتيب كونه الـ x تساوي القيمة الثابتة 5. هاي هي أنواع المستقيمات كلياتها. صح. بالشكل هذا درسنا أشكال معادلات المستقيمات والحالات الخاصة لها. أستاذ شادي، لو أعطيت معادلة مستقيم وطلب منا تحقق أن النقطة هل النقطة تقع على هذا المستقيم؟ تماما. كيف نعرف نحن أو كيف نبين أنه هذه النقطة تقع على المستقيم أو لا تقع على المستقيم؟ إذا لمعرفة أن النقطة تقع على هذا على المستقيم أو لا، يجب أن تحقق هذه النقطة إحداثيات، يجب أن تحقق إحداثيات هذه النقطة معادلة المستقيم. إذا حققت معادلة المستقيم فتكون هذه النقطة تنتمي أو تقع على هذا المستقيم المطلوب. أنسي ضحى، مثال لرسم مستقيم بالشكل أي شكل من الأشكال المطروحة. ليكن لدينا المستقيم الذي معادلته x ناقص 2 y تساوي 4، هيك نسميه دي. إذا دي المستقيم معادلته x ناقص 2 y تساوي 4. لرسم هذا المستقيم في معلم متجانس نحتاج إلى نقطتين، للحصول على هذه النقاط نرسم الجدول. x و x y باختيار كيفي لقيم x. فرضا نختار قيمة x تساوي صفر، ونعوض في معادلة المستقيم فنحصل على صفر ناقص 2y تساوي 4. 2 ناقص 2y تساوي 4، y تساوي 4 على ناقص 2، ويكون خارج القسمة هو ناقص 2. وهنا نكون قد حصلنا على النقطة الأولى ولتكون A ذات الإحداثيات 0 ناقص 2. ونختار نقطة قيمة أخرى لX ولتكون ناقص 2. دائما نحاول اختيار قيم سهلة أجل الحصول على نقاط بسيطة أجل تمثيل على الجملة. لتكون فرضا ناقص 2 أو ناقص 4 مثلا، نعوض في معادلة المستقيم فنحصل على ناقص 4 ناقص 2y تساوي 4، ناقص 2y تساوي 8، y تساوي 8 على ناقص 2 وتساوي ناقص 4. ونكون قد حصلنا على النقطة الثانية ولتكون ب ذات الإحداثيات ناقص 4 ناقص 4. نرسم المعلم المتجانس، فعل وقف بس الشاد شوي. ونقوم بتحديد النقاط التي قمنا بحسابها. النقطة الأولى، A 0 ناقص 2، والنقطة الثانية ناقص 4 ناقص 4.
ونقوم بالنصل بين هاتين النقطتين بالمسطرة نصل بين هاتين النقطتين فنحصل على المستقيم دي المطلوب. طلب إذا حول حول انتماء النقاط إلى هذا وبين أي من هذه النقاط ينتمي إلى هذا المستقيم. النقطة الأولى لدينا C2-1 C زائد الإحداثيات 2-1. نحن نعلم لكي تنتمي هذه النقطة إلى هذا المستقيم يجب أن تحقق معادلته بالتعويض في معادلة المستقيم بتعويض النقطة C في معادلة المستقيم نحصل على ناقص 2 في قيمة y هي -1 تساوي -2 زائد 2 النقطة هي 2-1 تمام ايه النقطة هي 2-1 يكون 2-2-1 تساوي 2-2 وتساوي 4. إذا نلاحظ أن العلاقة محققة. والنقطة تنتمي إلى هذا المستقيم أو هي نقطة تقع على هذا المستقيم. نأخذ النقطة الثانية ذات الإحداثيات 3-2. نعوض هذه النقطة في معادلة المستقيم فنحصل على 3-2 في -2 تساوي 3+4 = 7 ونلاحظ أن لا تساوي -4 ونلاحظ أن هذه النقطة لا تنتمي إلى المستقيم دي. أستاذ شادي رسم لنا مستقيمات مطلوب رسم مستقيمات بالحالة الخاصة هي الحالة الموازية لمحوري الإحداثيات. طيب مثال قم بالرسم. ليكن لدينا المستقيم ذو المعادلة مثلا x يساوي 2 إذن هذا المستقيم في الحالة الخاصة هو مستقيم يوازي محور التراتيب لرسمه نحن لسنا بحاجة إلى أي نقطة لرسم هذا المستقيم إذن فورا إلى الجملة المتعامدة المتجانسة O x y نعين النقطة التي فاصلتها تساوي 2 نرسم من هذه النقطة ذات الفاصل 2 مستقيم يوازي محور التراتيب فيكون هذا المستقيم هو معادلة المستقيم دي إذا سمينا المستقيم x تساوي 2 دي فهو معادلة مستقيم دي يلي هو x تساوي 2 الذي يوازي محور التراتيب. إذا أخذنا مثال ثاني ورسمناه على نفس الجملة الإحداثية وليكن مستقيم دي فتحة ذو المعادلة مثلا y تساوي -1 لرسم هذا المستقيم كمان نحن نلجأ إلى الترتيب -1 إذا ترتيب -1 هو هون هي -1 نرسم من هذا الترتيب مستقيما يوازي محور الفواصل وهو عبارة عن المستقيم دي فتحة الذي معادلته y يساوي -1 إذا هاتان هما الحالتان الخاصتان لرسم مستقيمان يوازيان محوري التراتيب والفواصل. هلا بالشكل هذا عمليا نحن رسمنا مستقيم لا يمر مبدأ الإحداثيات والحالة الموازية لمحوري الإحداثيات. بقى لنا حالة المستقيم المار مبدأ الإحداثيات وليكن المستقيم واي بيساوي 2 اكس نقوم برسم هذا المستقيم. إذا كمان في حنا كان حالة خاصة إذا نرسم المستقيم واي تساوي 2 اكس. إذا لرسم هذا المستقيم عز الطلاب نحن نعلم أن هذا المستقيم فيه الثابت سيساوي صفر فهذا المستقيم يمر دائما من مبدأ الإحداثيات. إذا نحن لدينا نقطة ثابتة موجودة مسبقا من دون حسابها أو معلومة يلي هي النقطة رح نسميها مثلا نقطة A يلي هي 0.0 فلرسم هذا المستقيم نحن بحاجة إلى نقطة أخرى بإعطاء X القيمة تساوي 1 والتعويض في معادلة المستقيم نحصل على قيمة Y فبالتعويض في المعادلة تكون y تساوي 2+1 يعني y تساوي 2 فالنقطة الثانية التي حصلنا عليها عبارة عن النقطة 1.2 لرسم هذا المستقيم على الجملة المتعامدة النظامية نعين النقطة 1.2 إذن هي النقطة 1 على الإكس على محوري
فواصل، وهي النقطة 2 على محور التراتيب. فنحن نصل بين النقطة التي حصلنا عليها اللي هي 1.2 مع أو نرسم المستقيم المار بالنقطتين 1.2 والنقطة 0.0، فتكون هي عبارة عن معادلة المستقيم المار من المبدأ يلي هو y تساوي 2x. بالشكل هذا رسمنا جميع الحالات للمستقيمات، مستقيم لا يمر من المبدأ، مستقيم يمر من المبدأ، والمستقيمات الموازية لمحوري الحداسيات. فيها بعد الرسم سننتقل إلى حل جملة معادلتين بيانيا. الآن سي ضحى، ما هي الخطوات العمل لحل جملة معادلتين بيانيا؟ اطرحي لنا مثال. لحل جملة معادلتين بيانيا، الخطوة الأولى نقوم برسم المستقيمين اللذان يمثلان هذه الجملة، وليكن دي واحد ودي اثنين، نرسم هذين المستقيمين في معلم متجانس. الخطوة الثانية نحدد نقطة تقاطع المستقيمين دي واحد ودي اثنين، وتكون هي الحل البياني لتلك الجملة إذا لرسم لحل جملة معادلتين بيانيا المطلوب هو رسم المستقيم الأول، رسم المستقيم الثاني على نفس الجملة في نفس المعلم. الخطوة اللي بعدها أنه نقطة تقاطع المستقيمين هي الحل البياني. هي الحل البياني. للحصول على إحداثيات هذه أو الحل البياني نقوم بإسقاط هذه النقطة على محور الفواصل نحصل على إكس، وإسقاط هذه النقطة على محور التراتيب نكون حصلنا على واي، وهو الحل البياني لجملة معادلتين. أنسي ضحى تفضل تحل المثال. لدينا المثال الآتي، حل بيانيا جملة المعادلتين. المعادلة الأولى y تساوي 2x ناقص 1، المعادلة الثانية y تساوي x، حيث المعادلة الأولى تمثل معادلة المستقيم d، والمعادلة الثانية تمثل معادلة المستقيم d فتحة. نقوم برسم المستقيم d. لرسم هذا المستقيم أيضا نحتاج إلى نقطتين. باختيار كيفي لهاتين النقطتين نختار قيمة لx ولتكون صفر، وتعويض هذه القيمة في معادلة المستقيم d نحصل على قيمة y ولتكون ناقص 1. وهنا نكون قد حصلنا على النقطة الأولى من هذا المستقيم ولتكن هي النقطة A ذات الإحداثيات 0 ناقص 1. لاختيار النقطة الثانية نختار قيمة لـ X ولتكون 1، والتعويض في معادلة المستقيم D نحصل على قيمة Y وتكون Y تساوي 1، وحصلنا على النقطة الثانية ولتكون ب ذات الإحداثيات 1 1. نقوم برسم معلم متجانس. ونحدد النقطتين A و B. النقطة A إحداثياتها 0 ناقص 1، والنقطة B 1 1. بشكل تقريبي. نقوم بالوصل بين هاتين النقطتين فنحصل على المستقيم D. إذا بالشكل هذا قمنا برسم المستقيم الأول. المستقيم الأول. الخطوة الثانية سنقوم برسم المستقيم D فتحة ذات المعادلة y تساوي x. كما نعلم أن هذه معادلة مستقيم يمر من مبدأ الإحداثيات، أي يمر من النقطة الفاصلتها صفر وترتيبها صفر مبدأ الإحداثيات، أي نحتاج لنقطة واحدة أخرى لكي نرسم هذا المستقيم. نختار قيمة لx كيفية ولتكون 1، نحتاج لنقطة x تساوي 1، فتكون قيمة y هي 1، وتكون النقطة 1 1. نقوم برسم هذا المستقيم على نفس الجملة. نفس الجملة. معلم. نفس معلم الأحداث. إذا بالشكل هذا رسمنا المستقيم الأول، رسمنا المستقيم الثاني. نقطة تقاطع المستقيمين ما هي؟ كما نلاحظ أن نقطة تقاطع المستقيمين هي النقطة
ذات الإحداثيات، نقطة بذات الإحداثيات واحد واحد، نسقطها على محور الفواصل فنحصل على X تساوي الواحد، وعلى محور التراتيب فنحصل على ترتيبها يساوي الواحد. صح. وهذه النقطة تمثل الحل البياني لهذه الجملة. صح. بالنسبة للحل البياني قد يكون الرسم غير دقيق، يوجد أخطاء حسابية، فهون يفضل أن نقوم بالتعويض للحل في جملة المعادلتين والتأكد من أن العمل صحيح. بننبه هون بحل جملة معادلتين بيانين، يجب أن يكون الرسم باستخدام أدوات الهندسة المسطرة، التدريجات بقى تكون متساوية حتى نحصل على الحل الصحيح والدقيق. هلا رح نطرح مسألة شاملة بالنسبة للوحدة بشكل كامل. المسألة المطروحة سشادة، إذن لدينا المسألة، إذن لدينا مسألة شاملة للبحث للوحدة كلياتها، للبحث كلياته، ليكن لدينا المستقيمان، إذن ليكن لدينا المستقيمان دي واحد ذو المعادلة 2x زائد y تساوي ناقص 2، المستقيم دي 2 المعادلة y ناقص x تساوي 4. الطلب الأول هو عبارة عن حل جملة هاتين المعادلتين جبريا. مثل ما بنعرف نحن حل جملة معادلتين جبريا أن نحن عندنا طريقتين دائما، طريقة الحذف بالجمع وطريقة الحذف بالتعويض. اختار الطريقة التي تراها مناسبة. طبعا الطالب اختار الطريقة الأسهل له التي يراها مناسبة. هلا هون رح نحل. بس عزيزنا استشهاد لو بالإمكان تكبر خطك شوي بالتعبية. تمام. عشان الصورة تكون أوضح. تمام. إذا لحل جملة هاتين المعادلتين جبريا راح نحلها بالطريقة مثلا طريقة الحذف بالجمع. استثنائية المستقيمات يا أستاذ بعد إذنك دي ودلتا دي نص المسألة اللي دلتا دي ودلتا مستقيم. طيب. الأول دي والثاني دلتا. إذا دي فاصلة دي ودلتا. إذا طريقة الحذف بالجمع دائما للبدء بطريقة الحذف بالجمع يجب علينا جمع حذف توحيد الأمثال، توحيد الأمثال بإشارة معاكسة، بإشارة معاكسة من أجل حذف بالجمع من أجل حذف مجهول من المعادلتين والحصول على قيمة المجهول الآخر. صح. إذا إحنا رح نقول إحنا من المعادلة الثانية بضرب المعادلة الثانية بناقص واحد نحصل يكون أمثال X أمثال Y في المعادلة الأولى زائد واحد وأمثال Y في المعادلة الثانية ناقص واحد. إذا المعادلة الأولى رح نتركها مثل ما هي اللي هي 2x زائد y تساوي ناقص 2، المعادلة الأخرى بعد ضربها بناقص 1 تصبح x ناقص y تساوي ناقص 4، عندئذ بالجمع 2x زائد x هي 3x زائد y مع ناقص y صارت الناتج 0، ناقص 2 ناقص 4 ناقص 6، ومن هو تكون قيمة x تساوي ناقص 2. للحصول على قيمة y نعوض الناتج لدينا في إحدى المعادلتين، في يا بمعادلة دي أو بمعادلة دلتا. للسهولة فينا نعوض إحنا بمعادلة دلتا للحصول على قيمة واي. إذن بالتعويض في المعادلة في معادلة دلتا، فواي تساوي واي ناقص ناقص 2 تساوي 4، يعني واي زائد 2 تساوي 4، يعني قيمة واي طلعت عنا هي عبارة عن 2. فحل هذه الجملة جبريا بطريقة الحذف بالجمع طلعت هي عبارة عن الزوج المرتب يلي هو عبارة عن ناقص 2 فاصلة زائد 2. هلا كان احنا الطلب الأول هذا، هذا الطلب الأول الثاني. بما يخص الطلب الثاني إيجاد إحداثيات النقطة نقطة. طيب. تقاطع دلتا مع محور التراتيب والنقطة ب نقطة تقاطع مع محور الفواصل. تمام. إذن المطلوب إيجاد إحداثيات النقطة A يلي هي تقاطع دلتا مع محور معادلة محور التراتيب. شو هي معادلة محور التراتيب؟ X يساوي صفر، X يساوي صفر، ومعادلة محور فواصل Y تساوي صفر. إذن إحداثيات النقطة A نقطة تقاطع المستقيم دلتا مع محور التراتيب. إذن نحن نعلم أعزائي الطلاب أن محور التراتيب هو معادلته من الشكل X تساوي صفر، فالحصول على إحداثيات النقطة A يجب أن نعوض في معادلة دلتا كل X بالقيمة صفر. صح. تصبح لدينا Y تساوي
4 بعد التعويض في معادلة دلتا. فلدينا النقطة ذات الإحداثيات 0.4 هي نقطة تقاطع المستقيم دلتا مع محور التراتيب. هلأ كمان مطلوب بنفس الطلب الثاني احسب إحداثيات النقطة بي يلي هي نقطة تقاطع المستقيم دلتا مع محور الفواصل. محور الفواصل معادلة محور معادلة الفواصل. محور الفواصل إذن معادلة محور الفواصل هي y تساوي الصفر. هاي اللي استنتجناها من الحالات الخاصة لمعادلة مستقيم. فالحصول على إحداثيات النقطة B يجب علينا التعويض في معادلة دلتا كل y بصفر. فنجد أن صفر ناقص x تساوي 4 ومنه تكون قيمة x تساوي ناقص 4. فالنقطة B إحداثيات النقطة B هي عبارة عن ناقص 4.0. صح. وبذلك نكون قد حصلنا على نقاط التقاطع A فاصلين. من جوابنا على الطلب الثاني. أنت ضحى الطلب التالي. حل بيانياً جملة المعادلتين. الحل بياني جملة المعادلتين نقوم برسم المستقيم دي ودلتا في نفس جملة المحاور. نقوم برسم المستقيم دي عن طريق أخذ نقطتين. بأخذ قيمة كيفية لإكس ولتكون صفر. بأخذ قيمة كيفية لإكس ولتكون صفر. نزل إيدك شوي ثان. تكون نأخذ قيمة x تساوي الصفر فنحصل على قيمة y تساوي ناقص 2. تعويض في المعادلة نحصل على قيمة y تساوي ناقص 2 وتكون النقطة الأولى إحداثيات الصفر ناقص 2. وبأخذ نقطة كيفية قيمة كيفية لx أخرى ولتكون x تساوي ناقص 1 تعويض في معادلة المستقيم دي نحصل على y تساوي صفر. y تساوي صفر والنقطة الأخرى ذات الإحداثيات ناقص 1 صفر. نقوم برسم المستقيم الأول. نرسم مع المتجانس. نحدد النقطتين. النقطة الأولى صفر ناقص 2 والنقطة الأخرى ناقص 1 صفر. ناقص 1 صفر. نقوم بالوصل بين هاتين النقطتين بالمسطرة. بالمسطرة فنحصل على مستقيم. المستقيم دي. صح. لرسم المستقيم دلتا من الطلب السابق استفادة من الطلب السابق نحدد النقاط أو ب نقاط معلومة نقاط معلومة لدينا نقوم بتمثيلها نمثل النقطتين أو ب من الطلب السابق ذات الإحداثيات أ إحداثياتها 0.4 و ب إحداثياتها ناقص 4.0. لا داعي للحصول على نقاط جديدة هذه من الطلب السابق من هذا من المستقيم دلتا. نقوم بتعيين هاتين النقطتين نصل بين هذا أو المسطرة نرسم مستقيم مار من هاتين النقطتين فنحصل على المستقيم دلتا. ولتحديد الحل البياني نلاحظ أن المستقيمان تقاطعا في نقطة. لإيجاد إحداثيات هذه النقطة نقوم بإسقاطها على محور الفواصل فنحصل على x تساوي ناقص 2 وبالإسقاط على محور التراتيب نحصل على y تساوي 2 ويكون الحل البياني هو ناقص 2.2. إذن الحل البياني للجملة نلاحظ ما العلاقة مع الحل الجبري هو نفسه الحل الجبري دائما حل جملة معادلتين جبريا وبيانيا لهما نفس أو نفس الحل نحصل عليه. إذن بالشكل هذا بنكون حلينا جملة معادلتين بيانيا. الطلب الرابع الطلب الأخير احسب مساحة المثلث A أو B. كما نعلم أن المثلث AOB هو مثلث قائم في O. مساحة المثلث القائم كما نعلم هي نصف جدار طولي ضلعين القائمين. يا نصف. نصف جدار طولي الضلعين القائمين.
الضلع القائم الأول أو بي ذات الطول 4، بعد بي عن أو يساوي 4، والضلع القائم الثاني أو أو بعد أ عن أو هو أيضا 4. بعد المساحة تكون مساحة المثلث تساوي نصف جداء 4 في 4، تكون مساحة المثلث 8 وحدة مربعة. وحدة مربعة، 8 وحدة مربعة. بالشكل هذا نكون قد حلينا هذه المسألة. سنطرح مسألة ننتقل فيها، مسألة بصيغة ننتقل فيها إلى جملة معادلات خطية. أستاذ شادي المسألة. إذن لدينا المسألة التالية، عمر مرح الآن ثلاثة أمثال عمر ملك، بعد 15 سنة يصبح عمر مرح مثلي عمر ملك، المطلوب ما عمر كل من مرح وملك. إذن نحن لدينا نص مسألة، يجب أن نحول هذا النص إلى جملة معادلتين. بحل جملة هذه المعادلتين، جملة هاتين معادلتين، نحصل على عمر كل من مرح وملك. إذن نحن يجب علينا أن نفرض، إذن نفرض عمر ملك، عمر مرح هو X. نزل الورقة شوي سنت بعدنا. ونفرض عمر ملك هو Y. الآن نقوم بتشكيل المعادلتين من نص المسألة. إذا نص المسألة يقول أن عمر مرح الآن ثلاثة أمثال عمر ملك. إذا عمر مرح هو عبارة عن X يساوي ثلاثة أمثال عمر ملك، يعني ثلاثة Y، وهي عبارة عن المعادلة الأولى. في النص، في تكملة النص، بعد 15 سنة، إذن رح نكفي هون بالفرضيات، بعد 15 عاما يصبح عمر مرح X زائد 15. إذن X زائد 15. نفس الأمر بالنسبة لعمر ملك، بعد 15 عاما يصبح عمر ملك Y زائد 15. لنقوم بتشكيل المعادلة الثانية من نص المسألة. عم بتقول المسألة بعد 15 عاما يصبح عمر مرح مثلي عمر ملك. إذا مثلي ضعفي المثلي، يعني ضعفين، يعني ضرب 2. فإكس زائد 15 يساوي 2 بواي زائد 15، وهي المعادلة الثانية. طبعا هذه المعادلة الثانية بحاجة إلى إصلاح. بإصلاح هذه المعادلة، إكس زائد 15 تساوي 2 واي زائد 30، يعني X ناقص 2Y تساوي 30 ناقص 15. هاي المعادلة الثانية أصبحت جاهزة لدينا. إذا لمعرفة الآن عمر كل من مرح وملك، يجب علينا حل جملة هاتين المعادلتين. لا أنسى ضحى، تاري طريقة نقوم بحلها جبريا لهذه الجملة. نقوم بحل هذه الجملة بطريقة الحذف بالتعويض. نعوض المعادلة الأولى طريقة الحذف بالتعويض. نعوض المعادلة الأولى التي هي X تساوي 3Y، نعوضها في المعادلة الثانية، فيتشكل لدينا 3Y زائد 2Y تساوي 15. 3Y ناقص 2Y تساوي 15، ونكون هنا وجدنا قيمة المجهول الأول y تساوي 15. لحساب قيمة x نعوض قيمة y في المعادلة الأولى لتكون x تساوي 3 ضرب 15 تساوي 45، ونحصل على x تساوي، وهنا نكون قد حصلنا على عمر مرح 45، وعمر ملك هو 15. نعود إلى الفرض. إحنا فارضين مين؟ عمر ملك مرح وواي عمر ملك. فبالشكل هذا نكون حصلنا على الأعمار. بالشكل هذا نكون ناقشنا مسألة ثانية، انتقلنا فيها من نص مسألة لجملة معادلتين خطيتين، وقمنا بحل هذه الجملة بطريقة حذف بالتعويض. رح نطرح أيضا جملة معادلتين ونقوم بحلها بشكل جبري وبشكل بياني، لأنه محور الدرس هو حول حلول جملة معادلات
جبريه وحلولها بيانيه، والرسم المستقيمات هو ضمن الحل البياني لجمله معادلتين. لناخذ المثال التالي، ارسم حل جمله معادلتين. الشادي اكتبوا المثال، حل جمله معادلتين تاليتين y زائد 2 بيساوي 0 بيساوي 0، المستقيم الثاني 2 x زائد y بيساوي 0. سمي المستقيم الاول دي والمستقيم الثاني دي فتحه. الطلب الاول طرحنا حل جمله المعادلتين الاتيتين جبريا، حل مبدئيا جبريا. اذا جبريا بختار طريقه استاذ ولا ايه؟ إذا لحل جملة هاتين المعادلتين جبريا رح ناخذ طريقة الحذف بالجمع، مثلا الحذف بالتعويض أو الحذف بالتعويض. فدائما للجوء إلى طريقة الحذف بالتعويض، إذا قلنا نحن نختار إحدى المعادلتين التي يكون أمثال المجهول فيها يساوي الواحد، وذلك لسهولة الحل. فمن المعادلة الأولى لدينا y تساوي ناقص 2، إذن وهي قيمة جاهزة للمتغير أو للمجهول y. فبتعويض هذه القيمة في المعادلة الثانية نحصل على قيمة المجهول x. إذن نقوم بتعويض قيمة y في المعادلة الثانية لنجد 2x زائد 2 ضرب ناقص 2 يساوي 0، يعني 2x يساوي زائد 4، ومنه تكون قيمة x تساوي 2. إذن الحل الجبري، إذن الحل الجبري لهذه المعادلة لجملة هاتين المعادلتين هو عبارة عن الثنائية المرتبة 2 ناقص 2 2 فاصلة ناقص 2. لانسي ضحى، حل هذه الجملة بيانيا. نقوم برسم المستقيم دي. نلاحظ أن من معادلة المستقيم دي أن y تساوي ناقص 2، وهي معادلة مستقيم يوازي محور الفواصل. إذا معادلة مستقيم هي y بيساوي ناقص 2، هي معادلة مستقيم يوازي محور الفواصل. هون ما في داعي لنقط من أجل الرسم، هون ما بيع لا حاجة للنقط، رسم هذا المستقيم بدون الحصول على نقاط. نقوم برسم المعنى وتحديد النقطة ذات الترتيب ناقص 2. نقوم برسم المستقيم دي الذي يمر من هذه النقطة وموازي لمحور الفواصل. النقطة الذي ترتيبها ناقص 2 ويوازي محور الفواصل. لرسم المستقيم دلتا فتحة، نعلم أن 2x زائد y تساوي 0 هي معادلة مستقيم يمر من مبدأ الإحداثيات. ولرسم هذا المستقيم نحتاج لنقطة واحدة فقط، والنقطة الأخرى تكون هي الـ O 0 0 مبدأ الإحداثيات. النقطة الأخرى بأخذ قيمة لـ X كيفية، ولتكن X تساوي X تساوي 1، لتكن X تساوي 1 تكون قيمة Y تساوي ناقص 2، تكون النقطة ناقص واحد y تساوي ناقص 2، المعادلة 2. إذن x تساوي ناقص 1، لا 1 طيب 1 x تساوي 1 y تساوي 2 ناقص 2، وتكون النقطة هي 1 ناقص 2. ما هي؟ معادلة المستقيم الثاني شو هي أستاذ بس؟ 2x زائد y بيساوي 0. 2x زائد y. كاتب زائد 2y. خلص خليها 2x زائد 2y بيساوي 0. صحح في نص المسألة. في نص المثال صحح. 2x زائد 2y. معادلة المستقيم دلتا فتحة هي 2x زائد 2y تساوي 0. باختيار قيمة كيفية لـ x، x تساوي 1. x تساوي 1 حصلنا على قيمة y
هي ناقص واحد. نحدد هذه النقطة على الملأ، واحد ناقص واحد، ونرسم المستقيم دلتا فتحة الذي يمر من النقطة واحد ناقص واحد ومن مبدأ الإحداثيات. إذا رسمنا المستقيم الأول، رسمنا المستقيم الثاني، ما هي نقطة تقاطع المستقيمين؟ يتقاطع المستقيمين في نقطة، وهي تمثل حل البياني لهذه الجملة، ولإيجاد إحداثيات هذه النقطة نقوم بإسقاطها على محور الفواصل وعلى محور التراتيل. بالإسقاط على محور الفواصل نجد أن X تساوي 2.3، وبالإسقاط على محور التراتيب نحصل على Y تساوي ناقص 2، وهي ترتيب هذه النقطة. يكون الحل البياني هو 2 ناقص 2. وهو نفس الحل الجبري لهذه الجملة. بما أن الحل الجبري موجود، لا داعي للتأكد أن أو لإصدار قرار أن هذه الحل هو حل بياني. لو الحل الجبري غير موجود سنتأكد من تعويض هذا الحل في جملة المعادلتين، أجل نبتعد على الخطأ في الحساب والتمثيل على محاور الأحداثية. رح نضيف طلب للتمرين هذا لتكمل النقطة ان اكس 2 فاصلتها اكس ترتيبها 2 تقع على المستقيم دي فتحة، عين اكس كي تقع ان على المستقيم دي فتحة. بين الورقة استاذ شوي بعد اذنك. كي تقع عن على مستقيم دي فتحة. استاذ شادي. طيب اذا لدينا النقطة ان اللي فاصلتها غير معلومة ترتيبها يساوي 2، عم بيقول لي السؤال انها تقع على مستقيم دي فتحة، عم يقول لي عين او حدد احداثيات هذه النقطة. اذا نحن التراتيب عندنا 2، يجب علينا معرفة فاصلة هذه النقطة. هلا نحن نعلم جميعا بما ان هذه النقطة ان تقع على المستقيم دي فتحة، فهذه النقطة تحقق معادلة المستقيم. فبالتعويض المباشر في معادلة المستقيم يكون لدينا المجهول الوحيد اللي هو اكس. اذا نحصل على معادلة من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى بمجهول وحيد إكس. بحل هذه المعادلة نحصل على قيمة هذا المجهول، وبالتالي قيمة النقطة التي تقع على هذا المستقيم. اذا نعوض في معادلة المستقيم دي فتحة. إذن نعوض إحداثيات النقطة ان إذن في معادلة في مستقيم دي فتحة. ما هي معادلة مستقيم دي فتحة؟ إذن معادلة مستقيم دي فتحة كانت هي عبارة من الشكل عن 2x زائد 2y تساوي الصفر. إذن بتعويض إحداثيات النقطة ان فاصلة النقطة x، إذن فاصلة هذه النقطة هي x وترتيبها 2، نجد أن 2x زائد 2 ضرب 2 يساوي الصفر. إذن وبذلك نكون قد حصلنا على معادلة إذن بمجهول وحيد ومن الدرجة الأولى بالمجهول X. لحلها إذن 2X زائد 4 تساوي الصفر، يعني 2X تساوي ناقص 4، ومنه قيمة X هي عبارة عن ناقص 4 على 2، يعني X تساوي ناقص 2. إذن وبذلك نكون قد أوجدنا الإحداثي المفقود، ومنه تكون قيمة أو إحداثيات النقطة ان هي عبارة عن ناقص 2.2، وهي النقطة المنشودة او مطلوب تعيين فاصلتها. هلا نحن بالنسبة لجمل المعادلات الخطية فينا نطرح، متى نقول كونه عندنا جملة معادلتين، متى نقول عن جملة او عن معادلتين انهما متكافئتين؟ عن سطوحها نقول عن جملة معادلتين انهما متكافئتين اذا كان لهما نفس مجموعة الحلول. يعني جملة معادلتين انهما متكافئ اذا كان لهما نفس الحلول. نفس الحلول صح. هلا فين رح اخر ناقش اخر مثال من تمرينات الوحدة، تمرين 12 صفحة 87 من كتاب الشهادة. عندنا مسألة، سننتقل من هذه المسألة الى جملة معادلات خطية ونقوم بحل هذه الجملة. طيب إذا المسألة رقم 12، الفرق بين عددين هو 15،
إذا أضفنا 10 إلى كل من هذين العددين أصبح أكبر الناتجين مثلي أصغرهما. صح. إذن ما هما هذان العددين؟ إذن نحن من هذا النص يجب علينا أن إذن نحن بدنا نتعرف على هذين العددين، فلمعرفة هذين العددين يجب أن نختار العددين. إذن هما اثنينات المجهولين، بس هو عم يقل المسألة عم تحكي أنه في عندي أنا عددين أحدهما أكبر من الآخر، فنقول نفرض العدد الأكبر أو الكبير، نفرض العدد الكبير X والعدد الصغير Y مثلا. حل المسألة 12 بتمرينات الوحدة صفحة 87. إذن رح نرجع نحن نشكل المعادلات بدءا من هذا الترميز. إذن بعد الفرض، بعد الفرض اللي فرضناه عم يقل لي هذين العددين الفرق بين هذين العددين إذن هو 15. إذن بما أنه العدد 15 هو عدد موجب، فالعدد الكبير ناقص العدد الصغير يساوي 15. إذن X ناقص Y ناقص Y يساوي 15، وهي المعادلة الأولى. طيب إذا منكمل عم يقول إذا أضفنا 10 إلى كل من هذين العددين، إذا من الفرض نكمل الفرض يصبح العدد الكبير، يصبح العدد الكبير إذا X زائد 10 كمان صغير، الصغير يصبح Y زائد 10. Y زائد 10 صح. نشكل المعادلة الأخرى إلى كل من هذين العددين أصبح أكبر الناتجين، إذا أكبر الناتجين اللي هو X زائد 10 عم يقل لي يساوي مثلي يعني ضعفي، أو بدي أضرب العدد الآخر ب 2. إذا مثلي يعني 2 ضرب العدد الصغير اللي هو Y زائد 10 بالإصلاح. إذا بإصلاح هذه المعادلة نجد أن X زائد 10 يساوي 2Y زائد 20، يعني X ناقص 2Y تساوي 10، وهي المعادلة الثانية. لا داعي للحل، قمنا بحل جمل معادلات جبريا بطرق طريقة الحسب بالتعويض، طريقة توحيد الأمثال بعدد كبير. فلتكملة هذا نكمل حل هذه الجملة بحل بإحدى الطرق. في النهاية نشكر ضيفي هذه الندوة، الأنسة ضحى أحمد من تربية طرطوس، والأستاذ شادي أسوف من تربية طرطوس أيضا. أبنائي الأعزاء، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما هو مفيد لكم، على أمل لقاء في ندوات لاحقة، وشكرا لمتابعتكم.